الأول في هذه المباراة انطلاقة من الجانب الأيمن لمنتخب كوريا الجنوبية اللي واضح تماما إن الهدف كابتن وقائد المنتخب الكوري يلعب الضربة الركنية ومرة أخرى رأسية وكرة عرضية اتقطعت الكرة تحولت إلى هجمة مرتدة يقودها إبراهيم إبراهيم عادل يمشي إبراهيم من ناحية الشمال يقع لكن اللعب يستمر هناك هجمة وهناك إتاحة فرصة والعرضية فين مين اللي مكمل مفيش حد مكمل بسرعته بمهارته يحافظ على الكرة يروح بيها ناحية اليمين يسلمها إلى تاي في الجهة اليمنى مرة أخرى إلى سون ضغط 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 من أحمد حمدي مفيش استلام من أحمد رفعت ومرة تاني إلى عمر جابر يقع عمر على الأرض وحكم اللقاء قريب من الكرة جدا يصفر ويحتسبها ضربة حرة لمنتخب مصر في مكان كويس وبالقدم ثمانينات لعبنا كتير قوي معاهم هذه اتلعبت الكرة ومرة تانية على حدود منطقة الجزاء سون اتضغط عليه واتقطعت حمدي اتلعبت الكرة تصل إلى سون وبينية لكن رائع 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 عمر كمان ياسر إبراهيم حاول يشتت لكن تخبط الكرة ترجع تزال الأيسر جين سو تتلعب على الأرض سون مرة أخرى من خارج حدود منطقة الجزاء يطلق ضغط رائع من عمر جابر توصل للسلية سدد السلية وتسديدة قوية من عمرو السلية من كيم يونغ جون اللي يلعب الكرة طويلة الأمام مطالبة بلمسة يد وبالفعل يستجيب حكم اللقاء ويحتسبها لمسة يد على داخل المنطقة على حدود الست ياردات والشناوي يتألق الشناوي وترجع الكرة مرة تانية الهجمة الكورية ممكن تبقى ذاكرة لا يمكن نسيانها أبدا لا يمكن بعد الهجمة دي نتكلم عليها ترجع الكرة ناحية اليمين إلى سون فاتت من سون عدت من العالمي سون شوية في التراجع في مبالغة في التراجع ادي الكوره وجين سو الظهير الايسر خدها لنفسه في مواجهه عمر كمال تعود من جديد الكره العرضيه والشناوي يسيبها الشناوي يسيبها الشناوي سابها سابها الحمد لله ان هي طلعت الخب اللي كان في الايام الماضيه الحقيقه من 6 فبراير اتلعبت الكره الى سون 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 على حدود منطقه الجزاء يلعبها الى جيونج رقم 10 في الجهه اليسرى وحط رجله وتغطيه نلعب في دقيقة 11 10 دقايق من المحاولات من السيطرة من الاستحواذ من الضغط فعايزين نخف الضغط ده شوية بدلاء لكن المنتظر والمرتقب أخيرا 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 في الدقيقة 58 أخيرا في الدقيقة 58 يعود البث بصورة طبيعية مش كده يا جماعة ولا دي الكاميرا بتاعتنا برضو لا ده النقل الكوري بقى تمام جزاء استلام في الجهة اليسرى هوانج بقدمه اليمنى يلعبها ويستلم لكن يضغط وفي اللحظة الأخيرة ياسر إبراهيم يقطع هذه الهجمة المرتدة اللي بندور عليها أحمد رفعت بسرعته بمهارته خدوا واحدة خدوا واحدة خدوا واحدة ركز يا رفعت ركز لكن مصطفى محمد ما ربطوش مع بعض فكريا هنا مصطفى راح شوف بيقول مصطفى راح في اتجاه ورفعت لعب الكرة في الاتجاه الثاني لكن الهجمة المرتدة كانت واعدة جدا وكان ممكن نوصل بيها الخطير العالمي هيونج مين سون 102 مباراة دولية وكرة عالية عرضية خطيرة جدا والشناوي يا بطل الشناوي يتوقع الكرة العرضية اللي لعبها بلمسة واحدة خلي بالك شوف اتلعبت فيرست تايم بلمسة واحدة بالقدم اليسرى لكن الشناوي يتوقعها بشكل كويس ويطلع ويمسك ويحل كل المشاكل حلوة دي مصطفى محمد اتقطعت الكرة لكن لسه الهجمة مستمرة احمد رفعت يا مصطفى اول هجمة واخطر هجمة في الشوط الثاني عن طريق احمد رفعت بعرضية من وون سانج اوم رقم 29 لعبت الكرة سون داخل منطقة الجزاء لكن عمل اختبارات يعني حتى هجمتنا الوحيدة اليتيمة كان الدفاع الكوري هو اللي تعامل مع أحمد حمدي يا ولد يلعبها عمر جابر لم يا عمر سيطر يا عمر زبط يا عمر عرضية لكن برضو يتعامل الدفاع الكوري ويزوق
الكرات الثابتة بالمقاس زيزو رأسية الونش ويجري عليها السلية غلطة 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 الحق بسرعة السلية برجله اليمين عليو إبراهيم عادل تقلش الكرة لسه الهجمة مكملة تعود من جديد إبراهيم عادل جاي لازم مساندة لازم مساندة عرضية يجيب منها ضربة ركنية ولا إيه لا ما خبطتش في حد الكرة تاخد طريقة وتطلع برا الملعب إلى ضربة مرمى ادي رأسيه الونش بعيده جدا لكن اخطا الحارس جيو ورائع السليه انه كمل في الهجمه وراح وما يأسش وما فقدش الامل وما باعش القضيه.